دايماً لما بيظهر طفل أو طفلة في فيلم أو مسلسل أو حتى مسرحية بينجحوا إنهم يلفتوا نظر الجمهور ليهم بسبب أدائهم التلقائي أو حتى بسبب شكلهم اللي بيظهروا بيه. ومع وجود السوشيال ميديا بقى سهل جداً إننا نوصل لبعض الأطفال اللي ظهروا في أعمال فنية من سنين وقدروا إنهم يحققوا نجاح وشهرة كبيرة حتى لو كانت أدوارهم صغيرة. وده اللي حصل مع الطفل أحمد إبراهيم عبد الفتاح، أو اللي كان طفل لأنه دلوقتي بقى شاب. فتعالوا نتكلم عن الطفل الرخم في فيلم عمر وسلمى الجزء الثاني، وحنشوف شكله دلوقتي بعد ما كبر وبقى شاب. لكن المفاجأة الحقيقية لما تعرف إن والدته فنانة مشهورة جدا وكانت بطلة مسلسل عائلة الحاج متولي. هنعرف كل التفاصيل، بس قبل أي حاجة من فضلك انزل بسرعة واعمل لايك للفيديو، ولو ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس عشان كل جديد يجي لك لحد عندك. هنكمل الفيديو لكن بعد الفاصل. أكيد كلنا شفنا سلسلة أفلام عمر وسلمى الثلاث أجزاء، وخصوصا الجزء الثاني اللي فيه مشاهد كوميدية كتير بين الفنان تامر حسني في دور عمر والفنانة مي عز الدين في دور سلمى. وكان من أكتر المشاهد الكوميدية في الفيلم المشهد اللي جمع الطفل جودي بعمر، وده لأنه الطفل اللي قام بدور الطفل ده أحمد إبراهيم عبد الفتاح، قدر أنه يقدم دور الطفل الرخم والمستفز بطريقة ممتازة جذبت أنظار الجمهور جدا. ورغم أن فيلم عمر وسلمى الجزء الثاني تم إنتاجه سنة 2009، يعني من أكتر من 12 سنة، لكن لسه لحد النهاردة الجمهور فاكر المشهد ده وفاكر الطفل ده. ومن فترة قليلة انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور للطفل أحمد عبد الفتاح المشهور بمعاز، أو اللي كان طفل يعني، لأن زي ما قلنا قبل كده أنه دلوقتي كبر وبقى شاب. وبمجرد انتشار صور أحمد الجديدة اتفاعل معاها الجمهور جدا وابتدوا يفتكروا دوره في فيلم عمر وسلمى. لكن المفاجأة اللي عرفها الجمهور بعد كده أن أحمد هو ابن الفنانة الجميلة نورهان من جوزها الشاعر إبراهيم عبد الفتاح. والجدير بالذكر أن نورهان مع بداية الألفينات اتجوزت الشاعر إبراهيم عبد الفتاح وأنجبت ابنها الوحيد أحمد الشهير بمعاز. وقتها بعدت نورهان عن الفن وركزت في حياتها الزوجية والأسرية لحد ما انفصلت عن جوزها سنة 2014 وحصل الطلاق بينهم. بعد كده بدأت ترجع من تاني للفن والجمهورها اللي حبها وحب كل أدوارها، خصوصا دورها في مسلسل عائلة الحاج متولي اللي قدمت فيه دور سميرة حبيبة سعيد ابن الحاج متولي وزميلته في الجامعة. ومع انتشار صور لأحمد على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت برضو صورة تانية جمعته بوالدته الفنانة نورهان، ونالت صورهم إعجاب الجمهور جدا، وتوقع عدد كبير من الجمهور مستقبل فني كبير لأحمد، خصوصا أنه مع أول دور لي وأول ظهور من خلال فيلم عمر وسلمى حقق النجاح الكبير ده. وفي نهاية فيديو النهاردة طبعا كلنا بنتمنى نشوف أحمد في أعمال فنية جاية كتير، وبنتمنى لوالدته الفنانة نورهان المزيد من النجاح والتميز، لأنها بجد فنانة موهوبة جدا. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، لكن لسه أسرارنا ما خلصتش. استنونا في فيديوهات جديدة وأسرار جديدة على قناتكم، قناة أسرار النجوم.